لو اخذنا بيرمننت ماجنت اخذنا بيرمننت ماجنت دي سي موتور، فانا عمالي بفترض انه عندي هون في سورس، وهذا هون ايديال موتور، هون في عندنا باك ام اف مضبوط. الباك ام اف بدها تتناسب، الباك ام اف تتناسب مع السرعه ومع فاي، مش هيك؟ في باك ام اف بتساوي كي فاي، مظبوط؟ هاي العلاقه متفقين عليها مظبوط؟ هذا هو بيبدا كمحرك، اول ما ببدا بحط عليه هون فولتج مظبوط؟ الدي سي فولتج اللي بحطه عليه في البدايه هذا محرك ستيشنري، هون في عندي بيرمننت ماجنت، ما فيش حاجة أحط اكسايتيشن لأنه أصلاً في اكسايتيشن، في بيرمننت ماجنت هون، كل فاهم إيش يعني بيرمننت ماجنت؟ أه ما بحتاج أنا أحط له كويل حتى أعمل اكسايتيشن، فعندي أصلاً بيرمننت ماجنت، إيش الهدف من بيرمننت ماجنت؟ إيش الهدف من الماجنتايزيشن؟ شو يعطيني؟ إيش البارامتر اللي بيعطيني إياه؟ فاي تمام، فاي أو بي، أه فاي اللي هي فلكس إن ويبر أو بي اللي هي ماجنتيك فلكس دنسيتي، وعماله بيعطيني هاي حتى يتولد عندي تورك، لازم يكون في عندي ماجنتيك فلكس، أه لازم يمر كرنت عشان يتكون فورس، واذا تكون فورس كل سلك هذا راح يعطيني فورس، واذا ضربت هاي الفورس في الراديوس بتعطيني تورك، او تو فورسز متقابلات بضربهم بيعطوني كابل، وهذا بيعطيني روتيشن مظبوط. فالهدف من البيرمننت ماجنت هذا يعطيني، طبعا هذا البيرمننت ماجنت لازم تكتمل دائرته سموير حتى تكتمل ماجنتيك سيركت، تمام؟ يعني هذا لو بدي ارسمه بشكل صحيح، ما بصير تكون ماجنتيك سيركت مقطوعه، هاي بدها تكمل الماجنتيك سيركت حتى لو كانت فيرو ماجنتيك ماتيريال، لازم شيء يكمل الماجنتيك سيركت والا الريلكتنس بصير عالي جدا. اه تكون فاهم هاي النقطه، انا بدي احاول اصغر الاير جاب قدر الامكان. هاي ايش مشكله الاير جاب اللي هون والاير جاب اللي هون؟ ايش بتعمل؟ الريلكتنس تبعتها عالي، فلما الريلكتنس تبعتها عالي شو بتعمل؟ بالفلكس بتخفف الفلكس، ولما تخفف الفلكس بتخفف الماجنتيك فلكس دنسيتي، فعمالي بخسر تورك. انا بهمني هذا الباث الماجنتيك سيركت هاي تكون اقل ريلكتنس ممكنه. مشكلتي هون بقدرش الغي الماجنتيك الاير جاب، مش هيك؟ ليش؟ لازم يكون عندي دوران، فبدي هاي تكون اصغر ما يمكن، يعني بدي لو كانت باجزاء المليمتر اعملها اجزاء المليمتر، وتكون عندي بيرنج قويه هون بحيث انه هذا ما يتحرك ويضرب بعض، بعمل عشان تضلها هاي هون الماجنتيك فلكس الماجنتيك سيركت فيها اقل ريلكتنس ممكن، فتعطيني اعلى فلكس ممكن، فتعطيني اعلى بي ممكن، اعلى ماجنتيك فلكس دنسيتي. هلا هون لما يجي هذا في البدايه لما بشغل هذا ستيشنري، اذا هذا ما بيتحرك رغم انه في فاي، ما فيش عندي اوميجا مظبوط؟ فيش عندي اوميجا، اذا اذا ما عندي اوميجا ما عندي باك ام اف. اذا لما بحط فولتج هون ايش ببين معي بالدائره هاي؟ ايش اللي بقاوم الفلو؟ بس ار اي، ما فيش غير ار اي. هلا في كمان ال اي اذا بدك تقول انه دي فاي على دي تي، دي اي على دي تي، بس بشكل عام ار اي هو الوحيد اللي عماله بمنع الفلو. فالكرنت ستارتنج كرنت ايش مشكلته راح يكون في الدي سي موتور؟ عادي جدا مظبوط، اي ستارتنج راح يساوي في ستارتنج على ار اي اذا اهملنا ال اي بالحاله هاي، اوكي مظبوط. وهي مشكله طبعا لانه هذه قيمه هائله بتكون، يعني اذا كان في اس مثلا 200 فولت وار اي 0.3 اومز، ار اي 0.3 اومز، وخلي في اس مثلا يكون 200 فولت، قديش راح يكون اي ستارتنج؟ 200 على 0.3 مظبوط، قديش 200 على 0.3؟ تقريبا حوالي 600 مش هيك؟ 660 امبير، هذا رقم عالي جدا. هلا ايش بصير لما يبدا المحرك هذا يتحرك؟ لانه هلا طبعا راح يمر كرنت، واذا مر كرنت ايش راح يتكون؟ تورك راح يساوي كي في فاي في ار اي مضبوط؟ كل متفق على هاي؟ كيف بتكون عندي تورك؟ هيو بدي فلكس بدي كرنت مش هيك؟ حتى يتكون فورس، وكي على ايش بيعتمد؟
على الكونستراكشن تبعت المحرك، عدد عدد الاسلاك الموجوده فيه، طول كل سلك وكل هاي الانستراكشن، كل الاشياء الاخرى هاي هي اللي بتحدد تورك. فرح يتكون عندي تورك، لما يتكون تورك ايش رح يبدا يعمل في المحرك؟ رح يبدا يتسارع. لما يبدا يتسارع ايش رح يبدا يظهر عندي هون؟ باك اي ام اف. فالباك اي ام اف هاي رح تصير تقلل من الكرنت. في النهايه لما يستقر على ستيبل بوينت عندي العلاقه بينهم، هلا هون رح تبطل العلاقه هاي، رح تصير عندي في ستارتنج بتصير اي اي ار اي. راح اعمل هذا التيرم، او اذا بدك تحطه ايش هذا التيرم قول، زائد الفي تبعت الاندكتر شو بتساوي؟ بتساوي ال اي دي على دي تي، اذا بدك تحطها اي اي تي مع انه احنا هون اعتبرناها ستيدي ستيت كونديشن. طبعا هاي لما بصير ستيدي ستيت كونديشن قديش بتصير دي اي على دي تي؟ زيرو، زائد في باك ام اف. والفي باك ام اف واضحه هاي، هاي المعادله الاساسيه تبعت اي دي سي موتور. عندي الستارت الفولتج اللي بحطه هون بتكون عندي فولتج دروب على اي اي ار اي. هذا هون اذا في ستيدي ستيت كونديشنز هذا بصير زيرو، الترانزنت كونديشنز بعطيني فولتج دروب على الاندكتر، زائد الباك اي ام اف. والباك اي ام اف بيساوي كي كي فاي اي فاي اي اي، مش هيك؟ عفوا الباك اي ام اف بيساوي كي فاي اوميجا. فعندي في اس بيساوي اي اي ار اي، واذا اهملنا هذا الجزء زائد كي فاي اوميجا. واذا بدي احط التورك من هون، التورك بيساوي كي فاي على اي اي، فعندي من هون اي اي بيساوي تورك على كي فاي. اذا عوضت محل اي اي بصير عندي في اس محل اي اي، بحط تورك على كي فاي في ار اي اي زائد كي فاي. هاي علاقة بين ايش وايش اذا ضلت في اس كونستنت. اذا خليت في اس كونستنت ار اي كونستنت بين السرعة والتورك. خلينا نرتبها بحيث اني احط التورك، اعتبر انه التورك هو الواي فاريبل والسرعة هي ال هذا الديبندنت وهذا الاندبندنت من هون. فبصير عندي بقدر اقول انه التورك على كي فاي ار اي يساوي في اس ماينس كي فاي اوميجا، او التي بيساوي راح اضرب الكل هلا هون في كي فاي واقسم على ار اي، فبيساوي هذا في اس مضروب في كي فاي على ار اي ماينس، اذا ضربت هاي في هاي بتصير عندي كي سكوير فاي سكوير اوميجا. فهاي صارت علاقه بين التورك واوميجا. ايش هاي العلاقه؟ في اس كونستانت، انا راح اثبته كونستانت، هذا كونستانت مش هيك؟ وهذا كونستانت. اذا شو صارت العلاقه بين التي والاوميجا؟ هاي معادله ايش؟ خط مستقيم، السلوب تبعه طبعا بدال اوميجا بتقدر تحط ان هي كونستانت مش هيك؟ يعني بامكاني هلا محل اوميجا ايش بقدر احط؟ ان على 60 في 2 باي، مزبوط؟ هذا كمان كونستانت من هون. فصار عندي العلاقة بين هذول، السلوب تبع هذا الكيرف هو هذا الكونستنت اللي موجود موجود هون نيجاتيف، والانترسبت بيعتمد على في اس مش هيك؟ اذا غيرت، طيب اذا غيرت في اس من قيمة لقيمة، اذا نزلت في اس شو بصير بالانترسبت؟ بنزل. هل السلوب بيختلف؟ هاي في اس 1 في اس 2 في اس 3 في اس 4، هذا التورك وهذا السبيد. اذا طريقة ايش هي طريقة تغيير؟ اذا بدي اغير سبيد تورك كيرف لدي سي موتور لبيرمننت ماجنت او كونستنت اكسايتيشن سيبريتلي اكسايتد دي سي موتور، ايش اللي بغيره؟ بغير في اس. عادة كيف ممكن اغير في اس؟ باستعمال الباور الكترونكس، بستعمل بالس ويك موديليشن تشوبر، بستعمل اشي زي تشوبر. فلو استخدمنا اشي زي هيك اخذنا من هون هاي سورس في اس، وبعدين حطيت هون اي جي بي تي او اتش بريدج. اذا بدك تستخدم اتش بريدج، ليش ممكن استخدم اتش بريدج بدل بس واحد اي جي بي تي؟ باي دايركشن، وحتى اعمل بريكنج. هاي اي جي بي تي ما ننساش، بغير هلا الديوتي سايكل هون، تغييري للديوتي سايكل راح يغير الافرج فولتج، مزبوط؟
الافرج فولتج مش الار ام اس، الافرج فولتج راح اغير الافرج فولتج بتغيير الديوتي سايكل. اذا حطيتها هاي 50% راح يصير عندي نص الفولتج الافرج فولتج هون، بكون تحركت وبصير بنزل الانترسبت. اذا نزلت الفولتج للنص بنزل الانترسبت للنص، اذا نزلت الفولتج للتلت بنزل الانترسبت للتلت وهكذا. فهذا لينير تغيره راح يعتمد على الديوتي سايكل اللي موجوده هون. هاي صار عندي طريقه لفاريبل سبيد درايف، مش هيك؟ طبعا احنا في الواقع اذا عندي هون دي سي سورس بستخدم تشوبر، بس اذا اي سي سورس ايش بدي استخدم؟ ريكتيفاير. احسنت، ريكتيفاير، كنترول ريكتيفاير. اذا كان السورس سنجل فيز بستخدم 2 بلس ريكتيفاير، اذا 3 فيز بستخدم 6 بلس ريكتيفاير. اوكي تمام ماشي، الكل فاهم هذه الفكره من هون. طبعا اذا كان عندي سيريز وهذا ما راح ادخل فيهم سيريز، وهذا راح او اذا غيرت الاكسايتيشن راح يتغير السلوب وراح يتغير الانترسبت كمان، بس انا راح اركز بس على هذا اللي هو الان صار شائع جدا اللي هو بيرمنت ماجنت دي سي موتور او سيبريتلي اكسايتد دي سي موتور وذ كونستنت اكسايتيشن. لو كان عندي هذا سيبريتلي اكسايتد شو بدي اعمل؟ اذا صار سيبريتلي اكسايتد بطل بيرمنت ماجنت، مش هيك؟ ايش بحتاج حتى يصير في عندي ماجنتيك سيركت هون ويصير في فلكس؟ كويلز. تمام، اذا لازم احط هون ولازم اعملهم بنفس بحيث انهم يعطوني فلكس بنفس الاتجاه. فاذا هذا بده يكون هيك، هذا بده يكون كمان هيك. بدي اخذ هذا السلك من هون، كم بول هذا المحرك له؟ 2 بولز 1 بير اوف بولز، مش هيك؟ فيش مشكله احكي عن دي سي موتور انه له عدد بولز او بيرز اوف بولز. نفس الشيء، والبيرز اوف بولز بحدد العلاقه بين الميكانيكال ديجريز والالكتريكال ديجريز. اوكي